في حركة المقاومة الإسلامية حماس، مقبلون خلال الأيام القليلة القادمة على استحقاقين مهمين، أو بالأحرى على خطوتين مهمتين. الخطوة الأولى هو إعلان الوثيقة السياسية للحركة، وكل تفاصيلها ستكون في جلسة الإشهار أو الإعلان عنها، والذي سيتولاها الأخ الفاضل الأستاذ أبو الوليد رئيس المكتب السياسي. ما هي إلا أداة ضاربة في عمق الصراع. نود أن نقول لكل أبناء شعبنا، هذه الوثيقة هي التي تربط بين الأصالة وبين هذا التطور الذي تتميز به الحركات الفاعلة والحركات المتأثرة والمؤثرة بواقعها الذي تعيش. وثيقة تربط بين الاستراتيجي والمرحلي، وثيقة تنظر بين مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية وعمقنا العربي والإسلامي وعلاقاتنا الدولية. ما هي إلا أداة ضاربة في عمق الصراع. هناك متغيرات، المتغيرات تتعامل مع المرحليات، أما الاستراتيجيات والثوابت فهي ثوابت قطعية. أما الأمر الثاني فهو أن الحركة خلال الأيام القليلة القادمة ستكون أمام الانتخابات في محطتها الأخيرة لاختيار رئاسة الحركة واستكمال عقد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في هذه المرحلة. وهذا الدور القيادي المتجدد، ولربما أن حماس يمكن أن نقول تتميز بذلك، لأنه لأول مرة ربما أنه فصيل بصير في تغيير لرئيس حركة دون وفاة ودون مرض. الخوي السلام عليكم. والله إذا كان الهدف أن نروح لترامب نقول له إحنا معاك بنفس الجو والتحالف والثقافة، إنه إحنا ضد المقاومة، هذا إحنا بنحاصرهم أكثر. من يفعل ذلك لا يمكن أن يأخذ من عدوه شيء.